شيخ درجي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. وحكو جلنا سيرة ديان كهد لين القلفاء الراشدين حلقة أفراد علي بن أبي طالب أيان مرينا علي بن أبي طالب وحنري وحوها قلفاء الراشدين النبي عليه الصلاة والسلام ويري سنضوها لقب صدو أن سيان هروس وشيخ عثمان والد لي رضي الله عنه أن فتنة هالكاسكا باللاوضي مركي عثمان لدي لبا وحالي رمالي كل لدي لي ضدك وحي راهين على أيال وعرري وحالي عليهم أن قلافة ننكاحي ملها محالي احسيدهم رؤوس وشيخ حتى مركي قلافة عبد الحامد بن عوف عثمان رضي الله عنه اللي يقودوا رناي وحل ولا ترتنسيناي وضدك عدك اللي وقع ذا وحين علي عثمان عثمان سيدي كوهلي إلهي أدوري فت كان إلهي أمر كان وأمر قدري إلهي سبحانه وتعالى حكمة أي أيوة ولجي ذا إن هالكاس وإلهي سبحانه وتعالى ضدك خلاص صاروا بل سوى حاجرة إن فتن كاس إنه النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء مركات في رسيد إن عثمان مركي اللي دلي على أيادتك إلا بايع تمين علي أيام مبايع على لقري مبايع داس علي مقوارن مركا في رسيد تاريخ ذا إن حكم كسيئوها ين قلفاء الراشدين والنبي عليه الصلاة والسلام ويري تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تذلوا بعدي كتاب الله ورسوله وحيل وسنة قلفاء الراشدين قلفاء الراشدين تأفرت علي أبو بكر الله دورتي ولا بيعتمي عمر الله دورتي وأقري إن هائين إن ضد إلهي سبحانه وتعالى دورته ولذلك على النفط جس رواية لجسوري ولا هي أبو بكر مركي الله دورتي إن طبعا هذا أتقي ولا هذا حق له هذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام لا سوكرتي وحبيت هيا لكن هو يجري دوب النبي عليه الصلاة علي أفكي سلاجة هيا إنه يجري هدول النبي الصلاة ده هو يجري دين تنو وصلاة عماد الدين وصلاة ويد تير كي كتاجن تاي دين تو صلاة حديث صلاة إلهي أكو آمن أبو بكر نبي يقول نول ويجري أذيك وحتى أي ربين زوجاتك النبي عليه الصلاة والسلام حفصة عائشة أي ربين نجري أبو بكر نضعيف وي متجكر وأوينا يا وبكاء يساب بدن عمر اللي مكاسو إنك صوحيات يوسف هاتينو نبي إلا أكو عن أنتي إن أبو بكر أو تجي بدل كيس مرك صلاة دي لو آمني وعيري آخرة لو آمني مرك أمدنا لو آمني صلاة دي علي راه لي كوها ولا لك حليه فبوي أبو بكر على دورتي وإلهي إن كل دورته أولا وقت فتنة ذا وحلو يدي علي وحلي أمر كان مرة ضيع ذا ذيك ذاتك وتقانا علي واقي أبو بكر بعدين أقف استدعيت مركزه أردت أسك جواب علي رضي الله عنه وحليه وعلي أحد النبي قلافته حتى كو أذين قولوا قوارش النبي بلنتي ساك بحري هذا أول أهد هذا قريش أهد هذا النبي عم أدرك نادرك أهد هذا جورج سوكر هذا النبي أو كل إبراهيم هذا وحياه بدنا شيئين وحياه هذا الشيء هذا إما له لتاجيه وي علك أردت أسك جواب ويري هرت النبي عليه الصلاة والسلام تردار أو كتر دار ما أوير أني قابا مجرو هدو النبي كتر دار من هؤلاء عليه هذا أنت هذا ماشان هايس دول إيه لهنا وغير وقود أغلم لها إلا النفط اللي يقعده محايا النبي قدر دانا كيسا فولي لها وغير مركا حتى دادك لها يا علي أن 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 علي يتهمه إيقمس وعلي يتهمه يعني علي وحول ليه هدو النبي يقدر دار منها أو أمي إيشي لو ليه لها هذي ننك أفر لي بدل ملح أردنا نقبه وغير النبي وسيد اسمه مضايعين علي إذن أبو بكر نومر دافين عمر نومر دافين عثمان نومر دافين هدو دردار النبي أجره مرك علي إن كنت هنت عثمان عمر إن كنت هم يا أبو بكر علي يحوجين علي الحوكر ماه علي نجيسوي أساقراي علي هذي أردت أن وصي النبي قال له هد أنا مو مدافين ويري لكن حد النبي عليه السلام كم تردار من بل سن النبي على ما ذو بحيو ويري صلاة جو كأمني تيرك إسلام كان وصلاة أبو بكر كأمن أنا جوجو أسوق أوك النبي عليه السلام مكان هذا أنا أنك لا يعي ويري النبي كذا شيء مصوب حي لكنها مصوب منزلة هارون أي جوكتا ويري أو يهتنو حولي أسوم من سريدي أك أيو صلاة أبو بكر تجيري مركو حوير أنيق وحوير فبايعت أبو بكر وابعين وحوير والد دقالوضو إيدر وأقول هذا وح أمر كيسة وداعي ساسو كهدلي عليك كهدلي
وحوي اللي هي ولا دالك ولا قلي إن 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 أوامرت ولا فولي سد وإله يوجي ولا شقي إله أفسد ويري عمر الدوري عمر وحد دوري إن أنا بكرة نو إشاري والنبي نيكو جعلاه وانكو قنع صني وقاضني عمر أنا وحوي الأدعى عمر وكهذا وحكاه لين عمر وعلي جري إله مسألة يكين هذا إلى علي لين عيجو ساس أصحاب إسكو جعلاه يعني مركو حن قرافات إشي قد إشي عادي شيء يعني ماشي وكسر أنت مركو دتك يلو كت زومين وتاريخ برتا وقلفاء الراشدين سيدي اسكو جعلاي محبضو وانا برتان هذيك كله بين الوشيغا شي على غا دغا مر كدم ديب كيدا ليدا اذن اسالتك على حكته وهي هي و هو يري هدانا ابو بكر عمر الهي اوفسدي عمر مركو الهي اوفسدنه و هو يري امرك و هو ديب لخ قفود اني كو جرو يري انك مامولك هاي كلا دورت دد سد لخ قفود وشورد او مغعابوي و هو يري أنا جو حان دور نوير عبد الرحمن بن عوف إنه حردنا كلا جويو عبد الرحمن عوف عم بلن لقلني وحي عن صوب بار أنا إلهي كبقيا إن 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 أردت أن وصو جانيا قفك أن حكم كيس هذا بلن كأحد مقالة سأنا دي ذين علي عثمان بوا أقول هذين بالرواية قرقود علي أساك قبض مركي لي استد صنادى النبي عليه السلام يقول لبدي صاحب مكودي ساب أحد قسم قال لي مركي لي علي وأساك بقي رواية قصاصه علي حال عثمان عبد الرحمن دتك يسوق وغادي و خيو سو باراي و ييمد و خيو يري ما هي موغشينها ارنتاسا سو هيلو يدت عثمان اي انت بدن ايرالي كيين عثمان نين دانا واها مركاس و خا لاغيا دتك عثمان او دورتين ما هي نو علي او كفيعان يحي اما اي كلا ترتسيينه قفكو دادا وا لاسك احتراما انين وين وي هادو ميلان بارماناد خا لو قورا مدخوينه هادو دينتو ام او مقنادو بارمانك ام ريوس بارمانك هادو دينتو مثلا وعلي نيكو او داوينا حكم كسين قبناي الا لا دورنا ان رئيس بارلمان مرك داد مرك استمرتبه الى ذا كبر وكبر النبي نوير عليه الصلاه والسلام مرك اصحابته ما اني كلا فضيلين عثمان يا علي ساس وخا لا يابا اني كو دورتين علينا رالي يكون نقضي بعدو قلي ودميسي مركو دينتو مرك علي رضي الله عنه ان مركو عثمان دنتي رضي الله عنه علي دتك داركتي ولو باع من كلمه ولا ادين بو نعم ابن سعد وحسو غورنا وحليه بويع علي بقرافه الغد من قتل عثمان بالمدينه اش ما انت على دلي بري ولا بايع ما هي دتك او تغي مخيره مغالده فتنه كدعيسو واني امير يلتها ولذلك فوضى الاسلام كما قال في الفير ديغا يال نبي عليه الصلاه والسلام دنتي غيري او تيمد دار سعد لو ثقيفه لو فضل الا قال وحال امتي هو غامنك وان هو غانكم هو مهم امتى اني يلاتو امامك حدو صلاه او سوتجين او صوح ام او صلاه اي كجبتو امامك وليك صفك حلي هور ددك كلا علمي قال وحال ديدا صلاه امامك ما كجبت انا قال اني نغود جبت ما لا اوغلو مدحيني ما ندله او ودك نه دمو ما لا اوغلو امامك هو مهم هو غان وانا وجرا صلاه اني كجبت ام واغيري وحا كو دعم سوما ام وحا كو دعي وا كبخيا نينك او هوراي صفك لبا تلا بو قاد ددك اساس سرسي اسي توجينايو صلاه حتى إن لسك قوي ما وإمامك يا كجبت أنا قد وأنا قد جبي ما ولذلك دتك فوضى الجعل هل كاسمح لنا هل كان فاهمينا عثمان الذي لما أنت بيرن علي على بيع على بيع على لقال أهل الحرمين كذا بيع على قالين ورفوضى إسك إلى علي وما ضي يا لقين هو قال الآن يا لقين يا لقين وحنا يا إسك سهل سنين وح وين ودتك وكل هاي كروا هو قال إنه يش وما هو كان أحد اللي أصل قوي لكن على الأقل هو قال كان حتى هدي عاد اللي هو إنه نن كلا أوصيها شرعي وقفتها أنت فوض بلا هجان نقلها إذن ما أنت أنت بريك الو ما أنك على الدورت هل كاس مركا إن دتك لنا أصحابنا ويروك المين حالي شيء مركا فتن كيا صعد مركا إلا نن فيري عثمان إن علي أبو بكر عادي يقول أنت عمر لكن نن مجوز هدي لي ومسلمان ما أن لهين بو وابلا قرتبو ولا عمر الهي وكبر يجري الهي وكعنتي ذو قصبه من المسلم لكن مشكلة ده عثمان فتن ذي روح يكون بالعبتي ده مسلمين شيء جنا يدلوا ده كانت خوارج تان ده كان فتن يعني مسلم وي إنه واحد دلنا وهربا علي ابن أبي طالب أفر سنة حكم كهاي مرك أفر تاس سنة فتن كجوري مرك محي عثمان ده صوابح نهاية عثمان ليجي سربنا عليه حكم كهكورين ما كرتها هوش وجوه رساقة بنيسد دتك هبل ديل كان وا مشكله وي ماشي مصالح على ربا مكت هذا دد وحي امسيهين ان ان وحو كلي مدحوين ما كورها سوماليو كلي هورتو ددك دولكا كا عليه كلي عليو او ددك هوش اوغور دولكا هو ولا هو ولا وكلا الريان
ما قبوها معارض ونقنا مرك دولد معارض كويه إنه لقوا يهروا ما عاد وركو أسقر هبي وحيها لقى بالله قوي لا لقى بالله بين هوش هالمرة ملقى ما كر وحكرت حبها أنت آير آير لقبت وسياسي أبها أنت ساس سياسة ده وساس ده إذن هل كاس حاكى عد مركا إن فتن كوكو بلا الأفرد سنة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نقول شيء خلاف ده أفرتاس إني وحي كتب بي إني فتن دعيس حديث أن ويرى النبي عليه الصلاة والسلام وشي غلبان إن أصحيحي وعلي قلا أن قلافة النبوة 30 سنة النبي عليه الصلاة والسلام قلافة النبي أنبي ذا وعلي هاي إسكو حقا ومعناها جد كان أنبي ذا لهاي نايو صدا سنة ويرى النبي عليه الصلاة والسلام وعلي ثم وحا إيمانا يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء كذب الله ملك ننكر وصينا صدا سنة جد في عنا الغجراء وقال أفضل وحال هاينا وداد من هاجر النبوة عياس عنيس إمام ترمذي روايتك الوصول صار أسنو حولي القلافة في أمتي 30 سنة قال أفضل أمد ده وحكم كوضو جدك أنبيض هاينا يان صد صنون هانا يان ثم ملك بعد ذلك ثم قال لي وحولي سفينة وراوي صوري أي وحولي أمسك قلافة أبي بكر نبقى يقدر تعمل أبي بكر قلافة دي سقصة كل قناو ثم قلافة عمر ثم عثمان ثم قال أمسك على قلافة علي فوجدتها 30 سنة من قتل صدن كسنة حد أفرط خلفاء الراشدين وقت جيها ين صدن سنوي مثلا أنك القادم مثلا أبو بكر وحليل وحوها هي لبس سنة يسدح بلاد يتمان مالموت أي قلافتها أنت سو هاي حكمك إسلامك ولا دلي وعادي ولد أنت عمر أيمد عمر وحوها يتمان سنة يلح بلاد يسدد مال أسقنا ثمان سنة يلح بلاد يسدد مال عمره هاي مجوسي قادري صدق يا كوي حسابه مر وحي من عثمان وحو هاي كوي ثمان بلاد يسقال بلاد كوي ثمان سنة يسقال بلاد يحو هاي يو يسقال كوي ثمان بلاد يكوي ثمان سنة يكوي ثمان بلاد يسقال بري أيوه هاي أسقنا كوي ثمان سنة يكوي ثمان بري أيوه هاي معناها وحوجي إذا كوي تمن سنة يكوي تمن بلاد جاء أفر تمن معنا لا بيتمنه كلوا يا عثمان يوحوا هاي يسجل مع الموت أي حكم كهاي علي يمد وحوي أفر ما أفر سنو هاي يو سجل بلاد يو تضم مع الموت أفر سنة يسجل بلاد يتضم مع الموت مركب أنت سأسكدرت وصدق النبي وشيء هو مرك فتن كماشي صو دعم وكبل هذا مرك علي ومرك لا 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 سارمه وحب لعبتي قلافة بالله قلت دل بنيسو إن إني كنت ليق عثمان ربنا عثمان كدلي كان دت كدلي بل أصدق هذا كتهمي منافقين وده عثمان هذا الشيء إن حكم كهرتي على حكم طهر ربنا مربي فتن الكاسو كده مرك دل بدقال هذا دعي دقال كجمل قبط جمل هذا عادي حتى روايتها قاركود بين الشيغين عائشة ابن أبي أم المؤمنين رضي الله عنه وددك يوي مادين أي نور أمدي أصدقاء ليسو هل كاس كوفي إدقاء لك سعوده نعسي عراق محايا علي عراق هو هذا مركز بصر هو هذا يكوفو أن أمدي ويكال جبتي معاوين شام وجوه أصدقنا مركز وحالي رؤور أذيقا أم المؤمنين ددك ورقا كامق لايان كاله شيسي ساسي أبحث أليري لكن كتب ذان تاريخ ذو بنتها وعينو شيغيان عايش انا علي كسو هرجيدي الا دغاشاي واي وبخدين عايش دغال ام بخين نعم عايش دغال ام بخين بل صلحي وبخدي لكن مركه قاركو ددك صلحي وبخ نفتغودا ان دغالكا دين درف كن قنايان سن قا ميل فتن سوقدو او الله سبحانه وتعالى لو تغلى غلى اراداديسا انو فتن كان دحو او صدنك او جيدكي دمااداي او صدنك او شيغ او دمااداي فتن دحاي وخا لغيابا حددي لبا قبيل اس دغاشا او ديال حد بخان إنهم والقبيل كان أتغينا وحلقي أبا وضياش إن لي راهو وب وحي أبو دولاني وآذين أم عيدنا الدونين وضياش بحي ونبط وكب بحي وحلوته مكرا إن ذاتك يكون قبابيني يكون قبابيني مع التلقى وضي أتغيان يتلقى مالك يتلقى أتغام حلي أب عيدن كيسو ديارين أبابل كي كجران هبل وضيا وضيا أبابل كي كجران ليس ليه كرا مشكلة وي فتن كمرك بعد ورك وافافا يا ذات أصر عنيا مالك بري كتا أم المؤمنين إن لقوتهم إني ليك إدارة دقال كاس مركا أصحاب بدنا كون جريوتي وطلحة وكمديا هاي زبير وكمديا هاي عمار وكمديا هاي أصحابك كلنا فتنا دعي فتنا مركا ولذلك
قفكم مال رب مسلم كا وحال ربا عمر بن عبد العزيز لو ويديي وحال يري كورن يا قردرنا علي اي معاوي دتك استقبصدي حق ولو جيدا وتاريخ دو القرون تاع علي انه خلافه لها دت فتن وديالنا اي كو كعين دد كو كعاي فتن ودياشا مرك فتن كنا مركز تهدو بلارتو وحوي وحوي ولا كان ساره دتك ولا كان دلالينيا الا اي مركز دنبو ان 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 وعمر بن عبد العزيز وكيري ولله وقتها سيما دلالين اني هدا ايغا اصحاب لا معاويه وحكا شيغين ولا علي وحكا شيغين اصحاب اله النبي اهاين عقير القرون كي كجران ان دتك النبي وحو بشاري كمديهين ان جناد لو بشاري فلا نتدخل اله كون كيس مشيئديس اراده اله سبحانه وتعالى وحان اني دعان وقريهين فتكاس اله سبحانه وتعالى حكمه ولو جيده اله وحكاست اسمايو والمجيد انت انا كو غابستيد اي اصل كفي عن ساس يرهن علماء اهل السنه ما هن ان كلا ساسارت اصحابته ومد اد عايسد امد وقردرنا نعم قردره وي جرتا ولو جيده لكن انا لسنا مه ان قضات اكنهي ان حكمينينو نعم نبيغن و نو شيغ امر قدري نو شيغبا كوري صدن سن وخ كدنبهو و خوري الهي ملكي قف كورو ديبا هلكاس و لذلك ان مركو فتنه اي بداتاي صلح يا يمد مرك هشيس على قال علي هو اوغلاي اومديا ديغيدا ربا ان لا جوجي ديغا دادناي 13 كونا كديمتاي دغالكاس دغالاداس 13 كونو صحابه النبي عليه الصلاه والسلام ايا كديمتاي وحسالما هل جوجي الير عمر بن عاص رغبا اسوبخاي ابو موسى الاشعري وعلي الصلح يا سمين علي تنازل الير مرك ديغس ولذلك على حكم تو قبا تنازلين حكمنا دور ربا ندرس قف مسلم مركو ارك ديغ ديغ دادن انو تنازل تنازل كيا فتن كدع قوارج ابخد مرك قول الله هاي قولدي علي دهيس لا حكم الا لله ودها علي انا غا من قيانتي حكمك الهي اذا حق له سأبحي كرتا الا مرك دنبا ان 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 قولد قوارج حليل قاني غاريم ديغ وحتى وانا هبل لا دل هلا 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 بابي هلا يال ولذلك قوارجته وحليل ما قال ان اسكو تغين مرك ابن عباس او دري علي او ويرا 20 كن او يكو سو عليا لي مخو يري ما دهيسين انك وحا ودتين قناعه inu wax u sheegay walaalika hadda dadkan anaga oo nala dagaalamay dhalinyarada iyo waxa la rabaa in dad loo diro oo horto hay goolaadaan in wixii haastaan dirin haday sax yihiin ayaga raaca haday qaldan yihiin walu sheegay waxa la arintaas saas ma aha laakiin maanta in hala dilo iyo hala laahi haday tahay meesha dur culuma ma laha marka meesha mar dow in kasta dhahay oo tuuto gashana oo dhahay wala dilo wala dagaalama wax ma ma ayaga dhin janib ko sidoo kale in tuuto gashtaan ma aha dadka iska laayaan masajid ay qaraxiyaan wax ma aha diintu waxay u baahan tahay حواري وباهنته إن له فريسو يا قدر المحيلي نكستو حق رادنا أذيك جنة رادنا أذيك جنة رادنا إسا أني حق ربا أذي حق رتا حق لحد ينقول حلو من كراسو ما حلقة حلو مرك هاتوا برهانكم دليل كأنسو أنا قلنا دليل نك دتكن دليل المال جهاد عد إنكريس ملا إلى يوم قيامه جريا دين تان وأقصون عدو إذا لكن وحاسكو هاي السنة كلية عدو الدين تين لا ذهاي وأسكوها فقصنا أنت بعدا علماء ذلنا وأقولين إن عدو الدين تلو عليه خنا نك عدو إنك كلا وكلا تقان عمر إن الجاهلين أم راينن لكن وحليت قال سيا سيا عادوا قصروا المعامل تمايا سيا أن 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 دريقة إسكار دعيني نمحوية وضد أن مرة إن الجهات كم حيتها قاس وح لا جرب إن لقم مناقشة لكن من ما لقم مناقشة هاي هذه قال عتها مو بكل هذا هذا يروح كنت المشكلة ده لا ده هل كاس أمريكا قوارجت ولذلك قوان يحب قارين ضد كل أيام بمرك هل كاس وإذا قارقود عشية جيان علي نك الدين عبد الرحمن ابن مرجم وها ولا يقان لكن كل اسمه هين وحالي لسد حقه في حصارين وحيرين وض أمض يا دبي أمض وحد يبي يصيرين علي بن أبي طالب معاوية يا عمرو بن عاص سد حدا الصحابة لا يا دبي هلا لا سد حدا كنت خلصنا وحيب أمينه ما سد حدا دل دلو هذا وحالي قد وذا فتن وحيك بلاوته دل ديك بلاوته لذلك ديك خطر وي فتن كديك عمر عثمان دل كيسوك بلاوته أنت على إس دلين هات أبو بكر لما دلين عمر وحق دل والد لفتز لكنين إسلام هنا دلكاس هل من لو سو ودي جيستي صحاب لكن هل كان حق دعدي ارين وين دعده مرك ارنت دعده مخي هيت مرك صدح قفو اسك خسارين وحا لو خسار عبد الرحمن بن ملجم وحا لو خسار علي علي البرك ابن عبد الله تميمين وحا لي يو وصدح اس دورتوي يا عمرو بن بكير التميمي صدح ذا سو اس خيبيين وحو يرف اجتمعوا بمكه مكه كلمين وتعاهدوا وتعاقدوا وحبلن كو ياشين اي كو عهدي كو غلان لا يقتلن هؤلاء الثلاثه وعين علي بن ابي طالب يو معاوي بن ابي سفيان يا عمرو بن عاص دد كان عافينا ما حدا وحي يراهين
ويروح العباده منهم دتك كراحيسنا ايغا فتنك ودو وخا وخا دبشده ودا في ديغي رواني ديك اللي كو غودان مرك مشكله ديغا درت ان ديكو غودت فتنه واسي بلارنا مرك. فقال ابن مرجم وحين انا لكم بعلي علي اني هاي داف واسينك ديل دونوي بركنا وحين انا لكم بمعاويه اني معاويه اني وفاتح معاويه عمر ابن بكير وحين انا اكفيكم عمر ابن عاص كاسنا اني ودافا صدح دود ودد مسلمين وكشرا ان دد مسلم اي ديلان ومشكله وي دد مسلم انه نحن قدر وذلك مشكله دد تال وحيت هاي قف دد ديش قف كلا ايمانه حتى دي لو فكروا مدحوينها ديلنو مدحوينها وهتو دنتو مدحوين كلا صار هذا ومنهج كيس كصعده وحبس بدل هاي ما حكي انت محسوس ياس نفل ديشي محسوس دي اسو ياس مره شيخ هيبل ديش شيخ لا جو دين تاساسي وصعني دي الحال ما امرك هالكساس وي معناه لكن وحال ربا ان منهج هذه وحل بدل منهج الى الرب لبدل الروان اشخاص اللي بدلوا حال معها اشخاص وايمان سو بعيسى مدحوين شغل ميدا جو واتق مثل كلا ايمان واتق كل واتق يعني مرك بدل كود يدل كود حسنا ما مال ما هي دد بدل كود قال لكن منهج اسلام كاها ما لسه طبق يا مسو وصعنها يا تعرفنا انا نعم طيب ساس اسكو قيبين مرك انا هذا معاوي يو 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 نكس مرك مقالدو آذي معاوي شام وجري نكي إنه دل رب شام وآذي هو أسقيبيا نكس مكان كي ونكي وجوه علي نكوف وجوه مركز كوفة لو صوتري نكان عبد الرحمن بن ملجم وجيب ولذلك رواية وحليين أن هبين 11 وليلة 17 من رمضان والله بات يتضبر رمضانك والله يتقدر كمك لسوق هاي وي أي أصوق لا يتوجه كل منهم أي أيم ذاليري ابن مجم كوفو يمد علي إلي كوفو جواه فلقي أصحابه من القوارج وقوارج تقول قلمة وأصحاب سيد وقرشها لوذين إنه أحقارجي وأوشي فكاتمهم ما يريد إليه ليلة الجمعة وحول عاو جمعة عيتاي وهابين جمعة ولبات اتضبط عيتاي إن رمضان علي أيوح عليري وسنة أفرتن كهجرد ملك أهد عرف استيقظ على علي سحرا علي وحالي سلاة ليل أسوك يجري سلاة ليل كسحر كي أسوك عاد فقال لابني وحكويري هبينك مركو صوته وحكويري رأيت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حال ريكو أركي فير إن لدي لدون علي مركز حتى وأركي دونا حال النبي عليه الصلاة والسلام كو أركي وده هي أن أنكو إير رسول قال له أمد هذا ثاني اسكد لايين واسدي لايين مركز وحويري إلهي هذا الشرق تا نبي وحويري وحويري ودعي شرط إلهي كو دافيه معنى أنت دي كان حجر لهد ومد أسناد أمير وهالهد إلهي كاوض ماشا معنى أساسه كالوي حالي ساسا أركو يري نعم إلهي اللهم أبدلني بهم خيرا لي منهم إلهي يقول ساس كود عيسو يري إلهي سبحانه وتعالى كو خير بدل يقول بدل كوانو قال نعم وعلي ما أدنك يا أدن نك صلاة فجر ودنا فقال صلاة صلاة فقرج علي من باب دتكو الباب كو قصو بحالير مساجدك دتكو هذا نحوير صلاة 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 ويري فاعترض ابن ملجم فضربه بالسيف مضحو سيف كغرقاشي زكيمت مدحي سوء نمبالي هل كاسو علي هبين كاسو معنى كاس رمضان كإلا تتضبط هيد أي كدري نكي قوارج تأها علي بن أبي طالب رواية قاركو بحليه نكي كاس عدى ابن ملجم وعلي هبين كسالة الليل وتاقنا لفتقيس أساق لفتقيس سالة الليل وتكونا عجيب وحق مركة نين الله أكبر لها يودد لها هيدن هذا ما بلا بنا مركة وقفكم مركو دين تفتنا ذاك هكذا عضو وقلب ولذلك دتو حاجرو صلاه دودي شكل عبادته كو عجب قلا لكن دينتو خوير نينك سيده ورانك عمل قمونك عملك كا بخيسا دينت علي من يطالب هو انه ديرو صلاه الليل وقت كنا وعجيب وعمر اذا هلكاس مركا علي ايا غيرديسي ايا كو دعدي اسا مركا قبتين حسن اي ويلي شي ساجوين ماشي ولا قبتي مركا دم ولا غوبر روايه قاركود ولا والدي الاسغن ابن ملجم ماشي لو قبتها ما فكبه لكن فتنه كتجي هل كاسا وحكب بلاد مرك علي جيرديسي ويلكيسي حسن اياه ان لما عابي ان حسن اسا كنت كذالي اسا وينا حسن دت حين اذاك بايع ذين اباها بعد انت اذاب بايع حسن اي معاوي هذا حسن وتنازلي مرك سيرد حسن مشيغينو وكيش كاين دون حسن وحسين ومرك دم اذا دعوا سبتا اهل الجنه دت شباب اهل الجنه والنبي الشيخ عليه الصلاه والسلام اذا هل كاس وحكى بلاد مركب فتنة وين ومسلمين تا أي هل كاس أكد العدي وإلا هدا أركيسد
إنه حكم قصاصية لكن النبي وحنو بشاري إنه سونا قن دون تقلافة النبي النبي سونا قن قلافة وصولا قن إحسا وحال رما مركز تتك إنه أمد ويدير قروبان سداء وصوع لنا قلافة دي وقتي ومنهاج النبوة أهيد إن 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 نبي وش شرع دعيسو هذا خير إما أنا بعد خير عديسك إن حذيفة إذن قلبي إن اللي تكجي بما إسلام كان وقولي سنية فتن كست هذا وحكست هذا عن لكن إسلام كان واسعنا يا سيد وإله سبحانه وتعالى قلت له واسعنا يا هل كاس إن 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 مركي على اللي دلي أي قصد قل فارنج تقول ما تي إن وح إله سبحانه وتعالى كبري قصد أصلا كش كين إن أكون نقنقو قعوار قاتا إن نقنقو الدين تان إله يحفظاي ويسعنا يسا إن هبل إنتي هبل بحرنا أم سكوم بدل يسو إن إله سبحانه وتعالى قلافة يسن الدين تي واسعنا لنا يسا إله وح كبري إن كوي إلهي سبحانه وتعالى إن وحدان قال ده نفتي الإشهادانك هذا دان صحنا توفيق إلهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.